مع كل صباح تبدأ قصة جديدة وشغف نحو النجاح. حتى مع الحياة البسيطة نسعى لمعايشة الواقع بتحدياته بسواعدنا نبني الوطن إلى آفاق جديدة وتطلعات أسمى نحو التزام حقيقي. معا نرسم المستقبل. أتعبت نفسي في عمارة منزلي، زخرفته وجعلته لي مسكنا، حتى إذا وقفت على القبور فقال لي عقلي ستنقل من هناك إلى هنا. بل عرب بن سلطان، لا تحزن ولا تأسف، فلم تنقل منه إلا إليه لتظل شاهدا على بعض مآثرك، وكأن صدى صوتك وصوت ضيفك عمر الجربي التونسي يتردد بين جنبات بيتك، حصنك، قصرك المنيف، مختلطا بأصوات طلبة العلم وعلمائه. سيشهد لك راشد بن خميس الحبسي وخلف بن سنان الغافري ومحمد بن عبد الله بن عبيدان وآخرون كثر بأنك كنت مهتما بهم وبالمدرسة، وبأنك كنت تنفق عليهم وعلى كتبهم وأدواتهم الدراسية، بل وسيشهدون لك بأنك كنت تتولى بنفسك وأنت إمام الأمة تعطيرهم بشذا الطيب، وستشهد بريادتك المدرسة البارونية والمدرسة البيمانية في جوارك والمدرسة الكمالية في مسندم وغيرها من المدارس في الشمال والجنوب، وبأنك كنت على خطى مدرسة بني مفرج ومن سبقوك إلى التنوير. أكثر من 320 سنة مضت على رحيلك وما زال البنيان شامخا، وها نحن نزورك لنقرأ شيئا من مآثرك. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إلى أجوائنا التاريخية بما فيها أجواء التلفزيون التاريخية، سواء الموقع اللي اخترناه أو المواد اللي نحاول نمررها في هذا البرنامج من إرشيف التلفزيون وتاريخه الحديث. طبعا تاريخ التلفزيون يعني شوية أكثر من 40 سنة. الموضوع اللي نختاره اليوم نختار موضوع المدارس العلمية في التاريخ العماني، ولكن بما أنه هذه المدارس كثيرة جدا سنقتصر على مدرسة واحدة، هي مدرسة حصن جبرين والإمام بلعرب بن سلطان. أهلا بكم.
الحديث في العلم حديث ممتع ومفيد، العلوم دائما مفيدة، وفي برنامجنا يعني نتوقف كل مرة عند ملمح وعند موضوع آخر ربما لا يشبه أبدا الموضوع السابق والموضوع القادم. فاليوم نتحدث عن الحركة العلمية في التاريخ العماني. طبعا من الصعوبة أن نتوقف عند كل النماذج، لذلك أخذنا حصن جبرين نموذجا، أو مدرسة حصن جبرين نموذجا. أهلا بك دكتور. أهلا بك يا أبو علي، حياك الله. يلاحظ يعني ليس فقط بالعرب بن سلطان، ربما هو الأبرز من خلال هذه المدرسة، لكن أيضا فترة دولة اليعاربة هي فترة مهتمة بالعلم. يعني لو نبدأ بهذا الجانب، ما هي الأسباب أنها رغم أنها دولة حرب، يعني عندها بالاستمرار حروب، لكن بالتوازي العلم كان مرافقا لكل التوترات، لكل المهام الأخرى في الدفاع عن الوطن، في ملاحقة البرتغاليين، العلوم موازية باستمرار؟ بالفعل شهدت دولة اليعاربة ازدهار في الحركة العلمية، ويعود في ذلك إلى العديد من الأسباب أو العوامل، يأتي في مقدمتها سيادة الأمن والاستقرار السياسي الذي شهدته عمان في عهدهم، بالإضافة إلى سيادة روح التسامح. أيضا كذلك الرخاء الاقتصادي الذي شهدته عمان في عهد دولة اليعاربة، مما مكن الأئمة والحكام من الصرف على الجوانب الحضارية، بخلاف الصرف على الجوانب الأخرى التي أنت ذكرتها في البداية والمتعلقة بالأسطول وبالقوة العسكرية. هذه الأمور أدت إلى ازدهار الكثير من المدن التي أصبحت بمثابة مراكز علمية، منها الرستاق، نزوة، أيضا بهلة، جبرين، أدم، الصير، إبرة، وغيرها من المدن الأخرى. الأمر الذي أدى إلى ظهور أو بروز العديد من العلماء في مجالات مختلفة ومتعددة، وكل ذلك أدى مثل ما ذكرنا في البداية إلى تطور الحركة العلمية وازدهار الجوانب الفكرية والثقافية في عهد هذه الدولة. نعم، وفي عهد بالعرب بن سلطان بالذات ماذا عنه؟ لأنه وكأنه هو الأبرز، هل هو فعلا الأبرز أم المدرسة التي أبرزت هذا الجانب؟ الإمام بالعرب بن سلطان يعد ثالث أئمة دولة اليعاربة، وبويع بالإمامة بعد وفاة والده الإمام سلطان بن سيف الأول في سنة 1680، وازدهرت عمان في عهده، وتخرج الكثير من العلماء في عصره، ولقب بأبي العرب نظرا لجوده وكرمه المشهور، وكان محبا للعلم والعلماء، وكان هو نفسه أيضا من العلماء في عهد هذه الدولة، لدرجة على أنه كان يلقب أيضا بالشيخ العالم الزاهد. من أبرز إنجازاته هو بناء حصن أو قصر جبرين، والذي يعتبر عجوبة من عجائب العمارة العمانية في مجال بناء القصور أو الحصون. من الأشياء التي تحسب لهذا الإمام على أنه أنشأ في حصن جبرين مدرسة جمع فيها الطلاب من مختلف الأقاليم العمانية، واستقدم إليها العلماء والمفكرين في مختلف المجالات، وسخر كافة الظروف، وكذلك هيئ كل الإمكانيات اللازمة لنجاح هذه المدرسة، حتى غدت بمثابة أول مدرسة نظامية وجامعة علمية في التاريخ العماني. كل صباح تبدأ قصة جديدة، وشغف نحو النجاح. حتى مع الحياة البسيطة نسعى لمعايشة الواقع بتحدياته، بسواعدنا
نبني الوطن، إلى آفاق جديدة وتطلعات أسمى نحو التزام حقيقي. معا نرسم المستقبل. تمام. طيب فكرة إنشاء المدرسة يعني كيف جاءت هذه الفكرة؟ كيف انبنت؟ يقال على أن الذي أشار على الإمام بالعرب إنشاء هذه المدرسة هو أحد العلماء من بلاد المغرب، وهو عمر بن سعيد بن محمد بن زكريا الجربي من أهل جربة بشمال أفريقيا، الذي رأى بأن عمان متطورة اقتصاديا ومتفوقة عسكريا، لكن الذي كان ينقصها المدارس العلمية، فاقترح على الإمام بالعرب إنشاء المدارس، فقبل الإمام بذلك لأنه كان يدرك بأن العلم أساس الرقي والتقدم وهو أصل المدنية والتحضر، فبدأ بتنفيذ هذا المشروع وترجمته على أرض الواقع. أعتقد في حد ذاتها هذه يعني فيها قراءة أنه كان هناك اهتمام، يعني وجود هذا الصديق الجربي للإمام ربما هو نوع من التبادل العلمي والثقافي، خاصة إذا ما علمنا أنه في مراسلات حتى بين علماء عمان والمغرب العربي عموما، فربما هو يأتي من هذا المنطلق يعني. بالفعل، لأن وجود هؤلاء العلماء من بلاد بحجم المغرب وتفوقها العلمي في تلك الفترة له دلالات على التطور الثقافي وكذلك الازدهار العلمي الذي حظيت به عمان في عهد دولة اليعاربة بشكل عام أو في عهد الإمام بالعرب بشكل خاص. طيب احنا حتى لا نؤطر الموضوع، وكأنه العلم بدأ في عهد بالعرب بن سلطان، أكيد هو بدأ قبل ذلك والتأليف عند العمانيين قديم، ولن تكون هناك مؤلفات إلا وهناك علم بالطبع. لكن أتت فترة بالعرب بن سلطان ومدرسة حصن جبرين ربما لتطرح مفهوم آخر للتعليم، اللي هو التعليم النظامي. التعليم النظامي، كيف كان شكل هذا التعليم داخل حصن جبرين؟ يعني كان نظام التعليم في هذه المدرسة دقيقا بعض الشيء، سواء من حيث اختيار المعلمين أو المدرسين أو بالنسبة لأسلوب التدريس. بالنسبة لاختيار المعلمين الذين ينتمون إلى هذه المدرسة وضعت عدة شروط، لعل في مقدمتها أن يكون صاحب رأي وعلم بمعنى توفر الخبرة فيه، أيضا أن يكون متحمسا للتدريس، كذلك يفترض به أن يكون من أهل الصلاح والتقوى وكذلك الخير والبر وغيرها من الصفات التي يجب أن تتوفر فيه في هذا الجانب. أما نظام التعليم فكان يعتمد على حلقات التدريس، بمعنى أن يلتف الطلاب حول المعلم لتلقي العلوم في المجالات التي متاحة من قبل هذا المعلم، وهو نظام يشبه ما حدث في بداية نشأة الإسلام، وتحديدا في المساجد التي اطلعت بدور كبير في ازدهار الحركة العلمية في بداية الإسلام، مثل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة وكذلك المسجد الحرام الذي كانت تعقد به الكثير من الجلسات العلمية. بالإضافة إلى ذلك أن المدرسين أو المعلمين في هذه المدرسة لم يكونوا منعزلين عن بعضهم البعض، بل كانوا يجتمعون مع بعضهم ويقومون أحياناً بزيارة أحد العلماء الكبار بهدف مناقشته في أمور عدة والتشاور معه وكذلك الاستماع إليه وإلى آرائه العلمية. يعني وكأنه عبارة الحلقات العلمية هي مصطلح، أقرب إلى أن تكون مصطلح. بالفعل، الحلقات العلمية في التاريخ العماني والعربي والإسلامي عموماً هي أحد أشكال التعلم. بالضبط، أن يتحلقوا حول معلمهم. بالفعل، لأن أنا مثل ما ذكرت في النقطة السابقة، يعني لما بدأ ظهور الإسلام ونشأة الدولة الإسلامية
كانت المساجد هي من أكثر الأماكن من حيث تلقي العلم، وكان نظام التعليم فيها يعتمد على حلقات التدريس حيث يلتف الطلاب حول المعلم. طيب، هنا بالنسبة لمدرسة جبرين أتصور الميزة أنه هناك مستويات، يعني مثل ما تفضلت ربما حلقات العلم العادية اللي تبدأ من الطفولة، يعني أنت تودي ولدك إلى المعلم وراح يدرسه يعني الألفباء، إنما في هذا المستوى هو يبدو أنه مستوى أعلى، ويعني إن كان لي أن أشبه وكأنهم هم خلصوا الثانوية وسيدخلوا جامعة جبرين، لأنه الاشتراطات يعني في شروط قبول. صحيح. يعني ليس كل واحد بإمكانه أن يدخل لهذه المدرسة. بالفعل، والميزة الأخرى في هذه المدرسة على أنها المدرسة الوحيدة التي كانت توجد في مقر إقامة الحاكم أو في قصره في حصن جبرين، بينما كانت المدارس الأخرى مثلا في المدارس في المجالس وغيرها من الأماكن الأخرى. لذلك الإمام بالعرب بن سلطان حرص بنفسه على خدمة الطلاب حبا منه للعلم وتواضعا منه أيضا، ووفر لهم المسكن، ووفر لهم الغذاء، وكان يختار لهم العطورات المقوية للأذهان، وكذلك الأطعمة المولدة للحفظ، كما خصص لهم رواتب سواء بالنسبة للمعلمين أو بالنسبة للمتعلمين. يعني مدرسة راقية وأقسام داخلية، والأهم أنها بالرعاية المباشرة للحاكم. بالضبط. لأن الإمام بالعرب مثل ما ذكرت في النقطة السابقة، بحكم على أن المدرسة في قصره أو في مقر إقامته، كان يشرف بنفسه على سير العمل في هذه المدرسة. طيب، نتائج هذه المدرسة ماذا خرجت بالضبط؟ ماذا تركت من مآثر؟ يعني هذه المدرسة ساهمت في ازدهار وتطور الحركة العلمية والثقافية والفكرية في عمان، بالإضافة إلى ذلك على أنها ساهمت في تخريج الكثير من العلماء والأدباء والشعراء الذين ساهموا في كتابة تاريخ هذا البلد، والذين وصل عددهم إلى 50 عالما تقريبا في مجالات متعددة. أيضا هذه المدرسة مثل ما ذكرنا في البداية كانت النواة لتأسيس المدارس النظامية أو الرسمية في عمان، كما أنها حفزت الإمام بالعرب نفسه على فتح مدارس أخرى حتى وفاته في سنة 1692. شكرا دكتور على هذه الإضاءات السريعة حول مدرسة جبرين والحركة التعليمية. أحسنت. شكرا لك أبو علي. وشكرا لكم أعزائي مشاهدينا ومتابعين، إلى اللقاء.